يا بابا يعطيك العافية. نصيحتي لك انك تستمر في لعبة التايكوندو، راح تبدعي وتصير منافسة قوية على مستوى اكبر واقوى. السلام عليكم أخت رحمة، حبينا نبلغك بس أنه تم قبولك رسمياً في برنامج النخبة كلاعب التايكواندو. ترفع الأثقال، تحطم الأرقام، تسطف الذهب، تسطر التاريخ. رحمة تغير قوانين اللعبة بإصرارها وتصنع طريقها الخاص بطريقة الأبطال. أنا من بنيت أوعى الدنيا وأنا التايكوندو بوجهي. أبوي كان ممارس سابق لرياضة التايكوندو ولاعب منتخب والآن مدرب. كان يعرفني على اللعبة ويوريني إياها ويخليني أمارسها بكل حب شغف. كنا أنا وإخواني نلعب، يعني كان أبوي يلبسنا الواقيات حق التايكوندو ويقول يلا كانها بطولة يعني، فنلعب إحنا ضد بعض. بعدين يعني في 2019 بدأت تفتح الأندية للبنات وصرت أروح أدرب مع أبوي، هو اللي أسسني في البداية. كانت أول بطولة دولية لي في البحرين وحققت فيها برونزية. من هنا أنا حسيت إن أنا خلاص لازم أحط لي يعني هدف كبير لقدام، فكتبت أول هدف لي وعلقت عن سريري، كتبت إني أبي أكون بطلة العالم. أول مشاركة لي مع المنتخب كانت 2019 في بطولة الفجيرة مع أول منتخب سعودي نسائي. طلعنا إحنا البنات وشاركت، كنت لسه فئة الناشئين. لعبت لكن للأسف خرجت من أول دور طبعاً، لكن أكيد أنا يعني مع كل هزيمة كان يقوى أكثر عندي إن أنا لسه أقدر أوصل، بحاول مرة ثانية، يعني ما راح أوقف هنا، ما راح أخلي هذه الخسارة توقفني. ثاني مشاركة لي كانت 2022 بطولة العالم للشباب، شاركت فيها وبرضو كان لسه ما في تطور. كنت شوي متشتتة بعد، وقفت فترة عن التايكواندو، كنت أمارس فيها رياضة رفع الأثقال أجرب أشوف يعني. تم الإعلان عن دورة الألعاب السعودية الأولى، قلبت الفكرة براسي كذا، قلت طيب ليش لا، خلينا نجرب. كان شعور غريب إن رحمة أنت الحين طول عمرك من أنت صغيرة تايكوندو 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 وأحلامك كلها في تايكوندو، كيف تتركيها يعني بتروحين كذا بلحظة؟ جينا أول دورة ألعاب سعودية فجأة بدون مقدمات رحمة جابت الذهبية 49. ما كان متوقع. بعد الدورة الألعاب السعودية جت اللحظة اللي أنا الحين لازم أقرر، هل أنتي فعلًا بتكملين رفع الأثقال ولا ترجعين حق حلمك اللي كنت تبينه، أنتي تحبين التايكوندو؟ بعد قرار طويل قررت إني أرجع للتايكوندو. كان قرار صعب مرة لخاطر عشان أرجع يعني أبني في مكان ثاني، هل أنا بوصل، هل أنا بنجح فيه، هل بيجيني نفس اللي جاني قبل، فكلها كانت أشياء مصيرية يعني تحدد مسار كامل. سنة 2023 كانت كلها بمحاولات مني إني أنا أبرز في التايكوندو، أحاول قد ما أقدر إني ألعب أطور نفسي أرجع اللي كان عندي في التايكوندو، أحاول أخذ دعم من هنا ومن هنا والناس تساعدني حولي مدربيني أبوي.
تم الإعلان عن دورة الألعاب السعودية الدورة الثانية، فهنا اللحظة اللي أنا لازم أرجع أثبت نفسي زي ما أثبت نفسي بنفس العزيمة بنفس القوة بنفس الإصرار. الميدالية تجي يعني تجي، ما في مجال إنك ترجعين وراء أو تبيني إن أنت يعني حولتي وما نجحت. يعني كانت في ضغط مرة كبير من ذي الناحية، يعني هل بسوي نفس اللي سويته بأول دورة ولا راح ما راحت وضيعت فرصة كبيرة. برافو رحمة. فالحمد لله الحمد لله، يعني بالعكس هذا كله ما صار، يعني كل ذي سيناريوهات ما صارت الحمد لله، وقدرت يعني أثبت نفسي حتى بالتايكوندو. فبعدين مع بداية 2024 جاني عقد النخبة في تايكوندو الحمد لله، والآن دي السنة خصوصا الدعم مرة مرة كبير الحمد لله. أنا أصحابي وكل اللي حولي يعرفوني رحمة، أنا ما أتابع أفلام يعني بشكل عام، لكن في فيلم معين يشغلني ويحركني ويحفزني، وش قد انه هو كان يحكي معاناتي بشكل كبير جدا. الفيلم هو الفيلم الهندي دانجل، قصته عن اب كان حلمه انه يحقق ذهبيه اولمبيه لكن ما قدر، فبعدين قرر انه بيجيب طفل يعني، وهذا الطفل بيحقق ذا الحلم، لكن ربي بعدين رزقه باربع بنات فبدا يدرب بناته. وكان ذاك الوقت نفس الشيء عندنا، انه ما كان في بنات يمارسون اللعبه، كان في صعوبات، فبعدين بدا بالفعل يدربهم ونافسوا يعني قدام الكل وهزموا الكل. يعني كان في لقطه بنهايه الفيلم لما البنت لبست الاب الميداليه، وهذه اللقطه يعني هي مستحيل انا ما اشوفها بدون ما ابكي، يعني كل ما حسيت ان انا انطفيت ولا بدا يروح الشغف مستحيل يعني على طول ارجع اتابع الفيلم. قاعد احاول احقق حلم طفله الثامنه اللي كان يحلم بالذهبيه العالميه، واكيد انا بشوف هذا الفخر بعيون ابوي، يعني ابغى يشوف بنته وصلت يعني للشيء اللي كانت تحلم فيه من هو صغير. حلم رحمة الصغيرة كان ذهبية العالم. ورحمة موجودة ومكملة على نفس الهدف. وحاطة الهدف قدام عينها وبإذن الله واصلة. يوم أي أحد يشوف اسمي بيحط لي اعتبار يعني رحمة اليوم ما هي خصم سهل. ما في فخر وشرف أكثر من أنك تمثل بلادك بأفضل صورة تقدر عليها.